المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة. وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم وضيف الأكثر تميزا المحامي شاكر الداود. بداية يسعد مساك. يا مساء الورد. نورنا طبعا. الله يخليك كلك زوج. شكرا. يعني محامينا مثل ما بنعرف أهم القطاعات اللي تمس المجتمع الأردني والعالم بشكل عام هو قطاع منحكي المحاماة. بداية يعني لو بدنا نحكي نحط المشاهد يعرف عن حضرتك أكثر على بداية مشوارك، كيف بلشت ومتى بلشت؟ تفضل. ابتداء أول شيء شكرا لكم على هذا اللقاء، وبعتبره إشي كثير بثمنه بيني وبين حالي. نلاقي تلفزيون أردني مهتم بقطاعات المهنية، مهتم بالمحامين، مهتم بالدكاترة، مهتم بالمهندسين. هذا موضوع كثير رائع لأنه هذا يشكل نسبة عالية جدا من المجتمع. يعني لما تقولي المهنيين بالمجتمع بتحكي عن مئات الألوف من المهنيين بالأردن، مئات الألوف قاعدين بيعيلوا مئات ألوف أخرى وقد تصل الملايين من العائلات، ماشي، وهي قطاعات مهمة بالمجتمع، مثل المحامي، مثل الدكتور، مثل المهندس، مثل طب الأسنان. كل هذه المهن، ماشي، ذو وجود أساسي أو أعمدة أساسية وركائز أساسية من ركائز مجتمعاتنا. فبرنامجكم الصحيح يثمن إيجابيا بشكل كبير جدا، وشكرا لكم ابتداء. بالنسبة لبداياتي أنا من يعني بالضبط بلشت بمهنة المحاماة بعد انتهاء التدريب من بداية 1990، وإذا لم يتخني ذاكرتي حلفت اليمين ب7/1/1990 بلشت بمهنة المحاماة. بلشت بمهنة المحاماة لأني أنا ابتداء أنا بحبها، ودرست الحقوق مشان أصير محامي، لأنها أنا بشوف الدفاع عن الحق إشي كثير جميل، وإنك أنت تتعب حتى توضح الحقيقة وتوصل لكل بني آدم شو له حقوق وشو له واجبات، بتوقع إنها مهنة سامية جدا. وبتوقع إنه خلال هاي المهنة، خلال هاي الفترة، يعني عادة بكل المهن بدايات المهنة فيها تعثرات، لأنه بتكون الخبرة قليلة، قدرتك على ممارسة المهنة لساتك غض، فبالتالي هاي المهنة من المهن اللي بده يشتغلها بده يكون نفسه طويل. بس إذا كان نفسه طويل حقيقة بيصل إلى مراحل كثير جميلة، مش بس مادية ومعنوية، يعني يصل عنده احترامه لذاته، احترام المجتمع له، بصل لمراحل كثير كثير كويسة، وكأنه بيبني طموح حقيقة كل يوم بيعزز للوصول إليه. صح البدايات كانت زي أي مهنة بالدنيا كانت صعبة، ولكن بس الواحد يتعب شوية بيلاقي نتائج كثير جميلة. نعم بالتأكيد. الآن طبعا يعني محمي لما نتحدث عن الخدمات اللي بتقدمها أيضا آلية العمل هون بالمكتب، تفضل. مكتبنا هون أغلب شغله حقوق شركات، يعني شركات حقوق عقارات، بما يخص القانون المدني ما نسميه قضايا المدنية. إذا بدنا نشتغل قضايا جزائية نشتغل قضايا جزائية كثير صغيرة اللي لها علاقة مباشرة بأعمال الحقوق أو البزنس، يعني مثل إساءة الأمانة، شيك بدون رصيد. أما الشغل الأساسي هون هو شغل الحقوق عندنا بمكتبنا. الآن أيضا نتحدث عن تطور هذا القطاع من وجهة نظرك، كيف بتشوفه كمحامي؟ صحيح انه هذا السؤال مش بالهين الجواب عليه، لانه فعلا احنا لما نحكي عن قطاع المحاماة وتطويره لابد من ناخذ بعين الاعتبار القانون بشكل عام، سواء بدك تحكي باكثر من ناحية. اولا بدك تحكي عن التخصص، يعني يجب ان يدخل عالم المحاماة التخصص بالاعمال. يعني نجد واحد محامي جزا بخص نوع معين، نجد واحد آخر بخص عقارات، شخص آخر بخص ضرائب جمارك، وبالتالي التخصص هو أساس تطوير قطاع المحاماة. يعني حتى ننصف بقدر نقول إنه بآخر 5 إلى 10 سنوات بدأوا المحامين ينهجوا نهج التخصص، يعني واحد بفهم بهاي القضية
بس بيشتغل هاي القضية بيشتغلش غيرها. هلا بصير هون تعميق بالفهم وبصير أداء حقيقي، أداء حقيقي بالمهنة. هذا الأداء الحقيقي على فكرة بريح الكل، بريح الموكل وبريح القاضي وبريح المحامي. يعني إذا أنا متخصص ضريبي أو متخصص عقارات، أنا برتاح وأنا أشتغل بهاي القضية بحد ذاتها، برتاح. القاضي برتاح معي أو حتى الموظف اللي بدي راجعه، لأني أنا فاهم درسي تماما، حافظ بالضبط شو بدي أشتغل فيها. فبالتالي أهم شغلة تطوير مهنة المحاماة التخصص. نعم بالتأكيد. الآن أيضا لما نأخذ من حضرتك يعني خلال خبرتك بهذا المجال كلمة للخريجين الجدد، شو بتحب تنصحهم كنصيحة؟ تفضل. أنا بحب أنصحهم ابتداء نقول لشبابنا يا جماعة اهتموا بالجامعة. أغلب الطلاب الحقوق مش من هم مش الاهتمام الحقيقي على مقاعد الدراسة بالجامعة، على قاعدة إنه أنا بس أتخرج بتدرب، ما أنا بدي أتدرب سنتين بتعلم القانون بهذول السنتين. هذا غلط. القانون بتعلم بكل يوم تقربي بالجامعة. صح راح تجد اختلاف حقيقي ما بين درسته بالجامعة أو بتتدرب، بس بنهاية المطاف القاعدة أو اللبنة الأساسية اللي بده ينبني عليها ثقافتك القانونية وأعمال المحاماة هن كتب الجامعة. اللي على فكرة كتب الجامعة مثل نسبة عالية جدا من القوانين اللي مشتغل بها الآن. وبالتالي يهتموا ابتداء بالجامعة، بس يطلع يتدرب يعرف انه التدريب مش نزهة ولا تسلاية. التدريب مشقة حقيقية بده يشتغل بها بكل شقاء وتعب. بده يعرف انه يكون نفسه طويل حتى يصل الى 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 الى, 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 الى ما يصبو اليه. بده يكون نفسه طويل حتى يصل الى ما يصبو اليه. راح يتعرض لشويه ضغوطات ماديه ابتداء اولها زي كل المهن، يعني مش بس مهنة المحاماه ماشي، بس بنهايه المطاف بده ياخذ بعين الاعتبار مجموعه هاي الاشياء وبعدين يقول انا والله صرت على السكه، راكب على السكه وبدي امشي. هلا اذا مشى على السكه راح يتفاجأ هذا الشاب الجديد قديش السرعه اللي بيمشي بها حتى يصل لما او لرغباته او تحقيق اهدافه. راح يتفاجأ لانه احنا مهنتنا حيويه، مهنتنا للي بيخدمها حقيقه حيويه. وبعدين مهنه مش ما بتزهق، يعني مش مهنه تقليديه نفس اليوم نفس التكرار. لا، احنا كل شيء عنا جديد، كل قضية جديدة. فيش نقدرش نقول هاي بتتشابه مع هاي، بجوز هاي بتطبق عليها نفس القانون بس في أشياء مختلفة. وهاي الحيوية إنه مهنة مش تقليدية بتعطي حيوية لأي بني آدم، وبتعطيه دائما يكون فرش وإنه يشتغل بطاقة جميلة. يعني وحي بترجع لنفس الشخص، من أحب أحدكم عمل فأنا أتقنه، لأنه أنت بتحب عملك عشانك بتتقنه. بالضبط. إذا كنت حابب شغلة بتتقنها. صحيح. الآن يعني محامي لما نتحدث عن الجيل العشائري هم لفوها، إن حضرتك بتأيد الكلام هذا والسبب؟ تفضل. طبعا بأيد هم إما لغوها تماما أو حصروها بالقرابة من الدرجة الرابعة أو الثالثة لا أذكر. نعم. أنا طبعا بأيدها جدا، لانه لما نحكي عن انا طبعا انا مش مع القانون العشائري كله، حتى اكون ابتداء انا مش مع القانون العشائري كله، ولكن الجلوه العشائريه لما حطوها بالقانون العشائري حتى يفصلوا الناس عن بعضها، خاصه خلال الفتره الاولى من وقوع الجريمه اللي بيكون دم حامي فيها وكذا وكذا، بخافوا يعطوا تاثيرات ثانيه. ولكن حصرها بدرجه قرابه معينه حقيقه فيها شيء كثير منيح، لانه هلا اذا ما حصرناهاش هيك يعني راح تجدي في كثير ناس ما لهمش ذنب بالموضوع وراح يجلوا ويتركوا بيوتهم والى اخره بدون ذنب. وقد تجد انه في ناس عسكريين، تجد في قضاة، تجد محامين، اطباء، اصلا هم مرتبين حالهم يكونوا قريبين لمهنتهم، قريبين يعني سكنهم. فبالتالي ليش نعرض هذول الناس بدون ذنب لعناء الجلوه؟ الجلوه عناء. الآن نهاية لقائنا طبعا فوت محور آخر، كلمة من حضرتك لجلالة الملكة بخصوص نعمة الأمن والأمان، شو بتحب تحكي له؟ تفضل. ابتداء كل الشعب الأردني، كل الشعب الأردني بتمنى سيدنا جلالة الملك طولة العمر
وأن يبقى على الحكمة اللي عودنا عليها منذ توليه العرش. وحقيقة يعني احنا مش بجامل انا هون، وحقيقة السياسة او بالسنوات الأخيرة، سياسة جلالة الملك وسياسة الحكومة بالسنوات الأخيرة ضمن الظروف اللي مرقت بها المنطقة، حقيقة كانت ماشية على خط رفيع، واستطاع هذا البلد بقيادة الحكومة وجلالة الملك أن نخرج من عمق الزجاجة اللي كنا موضوعين فيه. أنا مش بدي أحكي كلمة مديح، ولكن هذا الواقع اللي صار، هذا الواقع اللي صار عنا بالسنوات الأخيرة لما تعرضت له المنطقة من ويلات الحروب، وبالذات الحروب الأهلية، وخاصة الحرب الكونية اللي صارت بسوريا بليبيا ماشي. فبالتالي احنا يعني بهذا الموضوع يعني انا بقول انه احنا بلد سياسي سليمة، سياسي واضحة، واهم واستطعنا بهذه السياسة ان ننقذ هذا الشعب وهذا البلد. وشكرا لكل من ساهم بهذا الانقاذ. بشكرك محمد على الكلام الجميل. طبعا بضم صوتي لصوتك، يعني احنا شايفين الدول حوالينا كيف ملتهبه، طبعا الله يديم علينا هاي نعمه، احنا طبعا نتمنى السلام لجميع الدول العربيه. بشكرك مره ثانيه ويعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. وما زلنا مستمرين، والان معنا الدكتور داوود، دكتور قانون. بدايه نسعد مساك دكتورنا. مساء الخير. بدايه يعني لما ناخذ نبذه بسيطه عن حياتك، على بدايه مشوارك هون، كيف بلشت؟ تفضل. يا ستي العزيزة، أول شيء بشكركم لاختياركم إلي لأشارك ببرنامجكم اللي هو برنامج رائع جدا، بتعامل فيه مع القطاعات المهنية وبتركزوا على الأشخاص القائمين بهاي القطاعات. يا ستي العزيزة، أنا تخرجت من كلية القانون بالجامعة الأردنية سنة 2000، وتدربت فورا بعد التخريج. وبعد التخريج أنا سافرت لبريطانيا، حصلت على شهادة الماجستير بالقانون، ورجعت على الأردن، برضه رجعت على مهنة المحاماة واشتغلت فيها. قررت بعديها أكمل شهادة الدكتوراه بالقانون وبقانون الشركات تحديدا، وبحوكمة الشركات إذا بدي أكون دقيق. بعد ما أخذت حصلت على شهادة الدكتوراه، رجعت على الأردن، عملت في القطاع الخاص برضه بمجال المحاماة، لكن كمحامي داخلي في داخل الشركات. درست بشكل متقطع في جامعات بجانب عملي. واليوم أنا من نهاية العام الماضي قررت أني أنشئ شركة قانون متخصصة بحوكمة الشركات. وهي شركة القانون طبعا هي ربط حوكمة الشركات بشركة قانون، هي الأولى في المنطقة العربية. لا يوجد في دائما في ناس بيشتغل بحوكمة الشركات وفي محامين على الطرف الآخر، لكن أنا ربطت المفهومين ببعضهم، وأقمت علاقات استراتيجية مع جهات خارجية، الهدف منها طبعا هي المشاركة بالمعلومة وبالتجربة وبالعلم القائم، العلم اللي خلينا نحكي السائد عالميا في هذا المجال، هم المعهد الامريكي لمكافحه الفساد. نعم، كل التفاصيل. الله يسعدك. الان لو نفوت اكثر بالتفاصيل، يعني انت تحدثت عن الحوكمه، لو نعرف الساده المشاهدين اكثر بالمقصود فيها، تفضل. يا سيدتي، الحوكمه اليوم هو مفهوم اصبح تداوله حتى بالميديا، خلينا نحكي كثير جدا. أصبحت الإشارة له بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، وأصبحت الإشارة له وكأنها هي الضمانة لجودة العمل والضمانة لنزاهة الأعمال سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. الحوكمة هي إذا بدنا نيجي على تعريفها، هي بيعرفوها بكنترول، سيطرة، وأحيانا بيعرفوها بأكاونتابيليتي اللي هي المساءلة. وطبعا اذا دخلنا فيها بعالم الشركات في لها يعني تطبيقات كثيره، واذا دخلنا بالقطاع العام لها تطبيقات كثيره. الفكره بالحوكمه اليوم اذا بدنا ندخل قطاع الشركات، يعني وهو الاساس في عملي هون، قطاع الشركات دائما
في عدة مساهمين، مش بس المساهم برأس المال اللي هو صاحب مالك السهم، لكن هاي الشركات العظمى فيها موظفين، وفيها بنوك تقرض هاي الشركات، وفيها مساهمين، وفيها موردين. كل هؤلاء يسموا أصحاب مصالح. انهيار هذه الشركات كارثي بالنسبة لهؤلاء، كارثي بالنسبة للبنك المقرض إذا ما قدر يستد قرضه بعد فترة من الزمن، وكارثي بالنسبة لصاحب السهم اللي قد يكون اقتطع من مكافأته قبل التقاعد ودفعها كمساهم بشركة، ومساهمته تحولت من مثلا نحكي 100,000 دينار لصفر بسبب سوء إدارة أو بسبب تصرفات غير قانونية حصلت في هذه الشركات. احنا في هذه الشركة بنسعى للتعاون مع الجهات الرقابية والتعاون مع الشركات. التعاون مع الجهات الرقابية هي التعاون معهم للارتقاء بالأنظمة والتعليمات الموجودة حاليا، لتكون الأردن دائما في مصاف الدول الأولى في حوكمة الشركات، وأنا أعتقد أن الأردن قادر على ذلك. عندنا الموارد البشرية والتعليم عالي جدا. والمسألة الأخرى، هذا بيفيد الأردن بشكل خاص، الأردن كدولة دائما بتسعى لجذب الاستثمار. التقدم بحوكمة الشركات يؤدي إلى جذب للاستثمار، لأنه في ستاندردز عالمية، وفي زي تقسيم عالمي، احنا بنرتفع على هاي السلم سنة بعد سنة. يعني بدنا نحكي بالنهاية كل التوفيق لحضرتك، كل زايدة زايدة يا رب. الله يسلمك. الآن لو بدنا نتحدث أكثر عن الرؤية المستقبلية لكم، أيضا الأهداف اللي بتسعوا لها، تفضل. سيدتي العزيزة، احنا الأهداف اللي بنسعى لها زي ما حكيت من شوي، احنا بنحب نتعامل مع الجهات الرقابية، وبرضه احنا بنحب نتعامل مع الشركات. الحوكمة بالشركات هي أسلوب لسريان أعمال الشركة اليومي، بدخل بمجالس الإدارة وبدخل باللجان التي تنبثق عن مجالس الإدارة. من أهم أهدافها أنك تحدد أعمال مجالس الإدارة بالشركة، حتى إذا صار قصور بهذه الأعمال تقدر تطبق القانون، بحيث تقدر تكتشف وين القصور حصل، وتقدر تطبق القانون حسب تعريف الوظيفي لكل شخص ساهم. احنا برضو بشكل عام بهمنا نحكي بسيادة القانون. سيادة القانون ما بيجوز انه تصير في ضرر لمساهم او ضرر لشركة او وما يتطبق عليها القانون. فاحنا بنساعد بتطبيق القانون على سواء كانت مسؤولية تقصيرية مدنية او جزائية. وبهمنا كمان الارتقاء بالاعمال بالاردن. احنا بلد مبني على طاقات ابنائه، وعلى على الانوفيشن، يعني اللي هو الابداع الاردني. احنا دائما بهمنا نساهم بابقاء هذا الموضوع. حوكمه الشركات تطبيقها بالاردن يحتاج الى البحث العلمي، ونحن نسعى دائما للتشارك مع الجامعات ومع الاكاديميين ومع المحامين للارتقاء بالبحث العلمي، ليصدر حوكمه الشركات بصبغة محلية أردنية تصدر إلى دول الجوار، كما صدرت الدول الكبرى أنظمتها للعالم الخارجي. إحنا قادرين أن نصدر على الأقل لدول الجوار تجربتنا وأبحاثنا العلمية والارتقاء في هذه المسائل. بالتأكيد نعم. الآن بنهاية لقائنا يعني دكتورنا، بنحب نحدد أيضا للسادة المشاهدين موقع الشركة، أرقام هاتف التواصل، صفحتك على الفيسبوك، على الويب سايت، تفضل. يا ستي، إحنا صفحتنا على الفيسبوك عليها كل التفاصيل، www.law.gov.center.com. وإحنا بنتعامل مع جهات تدريبية لإعطاء الدورات بحوكمة الشركات، غير أن بنعمل أبحاث بحوكمة الشركات، وفي أبحاث قائمة حاليا، وطبعا بنقدم الاستشارات القانونية للشركات للارتقاء للمستوى العالمي في تطبيق حوكمة الشركات، اللي بتدخل داخل الهيكل تبع الشركة وبتحدد المسائل. يعني مثلا بنعرف دكتورنا، أي شخص بتمنى رؤية جلالة الملك، لو بدنا نحكي لو حالفك الحاضر التقيت بجلالة الملك، أو كلمة من حضرتك لجلالة الملك، شو بتحب تحكي؟ يا سيدتي العزيزة، احنا كشركة تعنى بسيادة القانون، وتعنى
بالحوكمة. بحب أشكر جلالة سيدنا على، وهذه ليست مديح لكن هذا الواقع، جلالة سيدنا أصدر الورقة النقاشية السادسة التي تعنى بسيادة القانون. لم يصدر من رئيس دولة بالعالم إيعاز سواء بورقة نقاشية أو بغيره لا القطاع العام والقطاع الخاص بتطبيق سيادة القانون إلا الورقة النقاشية السادسة اللي صدرت عن جلالة سيدنا. هذه الورقة النقاشية السادسة أصبحت جزء من مادة تدريسية يدرسها المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد والجامعات، وأصبحت جزء من امتحان مهني اللي هو اسمه CACM. هذا الامتحان المهني يعنى بمكافحة الفساد، وأصبحت بجانب الورق الصادر عن الأمم المتحدة تدرس الورقة السادسة من جلالة سيدنا. فلو التقيت جلالة سيدنا أول إشي بدي أحكيه بدي أشكر على الورقة النقاشية السادسة، وأحث القطاع العام والخاص للسير برؤى جلالة الملك بالورقة النقاشية السادسة، لأنها صدقا ورقة مميزة تعنى بسيادة القانون وهكذا تبنى الدول والدولة المدنية تحديدا. نعم بالتأكيد، بشكرك مرة ثانية وأعطيك ألف عافية على اللقاء الجميل مع حضرتك. طبعا أرقام الهاتف، عنوان الشركة، صفحتكم على فيسبوك، على الويب سايت، صفة تظهر على شاشة عند الزميل عمر الدواينة. بشكرك مرة ثانية، كان لقاء جميل مع حضرتك. أشكرك وأشكرك أختي على هذه المقابلة، شكرا جزيلا.